بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتابعي قناة تثقف، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نواصلوا مع اخر درس في البرازيل واخر عنصر في باش نحكوا اليوم على التباينات الاقليمية الحادة في البلد هذه. يمكن تقسيم المجال البرازيلي لثلاث أقاليم متفاوتة بطبيعة ومختلفة من حيث الخاصيات متاعها. أولا باش نحكو على البرازيل المركزي في الجنوب الشرقي والجنوب، ساهمت بطبيعة برشا عوامل باش تفرض في المنطقة هذه وتفرض عن الهيمنة متاعها وسيطرتها الشبه مطلقة على المجال الوطني البرازيلي. اول حاجه بتبيع نحكوا على اكثر المجالات الاقليميه تقدما، انا باش نحكوا بلغه اوضح على مظاهر السيطره نتاع البرازيل المركزي. هذه البرازيل المركزي بتبيع فيه 57% من السكان ويساهم 75% من الناتج الداخلي الخام، يسيطر زاد على نسبة 90% من قيمة الانتاج الصناعي البرازيلي، كما يسيطر زاد على جميع الانشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية. الشركات الكبرى كلها. مدينة ساو باولو بتبيع أهم مدينة في الأقليم هذه، كما تعتبر العاصمة الحقيقية للبلاد. والمدينة هذه فيها أكثر من 80 مؤسسة من المؤسسات الكبرى الصناعية والخدمية، كما تضم أكبر منها بنوك أمريكا اللاتينية والبورصات متاعها. وبتبيع تعد هي ثالث أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، أكثر من 20 مليون. يمتد بطبيعة إشعاع المدينة هذه على كامل المجال الوطني ويتجاوزه بطبيعة يشمل أمريكا اللاتينية والعالم النامي. يحتكر منها مثلث ساو باولو، ريو دي جانيرو، وبيلو أوريزانتي. غالبية منها الإنتاج الصناعي وصل معنا لمرحلة التشبع، الشيء اللي خلى الشركات العبر القطرية توظف الأرشطة متاعها في مناطق أخرى كما بورتو أليجري. الحاجة الثانية الظروف الملائمة للتنمية، وبطبيعة بنفس الحكاية عوامل السيطرة. ارتبط منها اقتصاد المنطقة هذه بدورة القهوة بين 1850 و1930. اعتمدت بطبيعة المنطقة هذه على اليد العاملة الأجيرة، تتكون خاصة من المهاجرين اللي جو من إيطاليا. جلبت الزراعة هذه رؤوس أموال ودفعت منها حركة التجهيز في المنطقة هذه، حيث منها عملوا فيها الموانئ والسكك الحديدية والطرقات ولغيره من البنية التحتية. أثناء الأزمة الاقتصادية، في وسط الأزمة الاقتصادية مع أزمة الثلاثينيات، بدأ الفلاح الكبار في المنطقة هذه باش ينوعوا الأنشطة متاعهم وما يقتصرش فقط على زراعة القهوة، بدو بتبيع باش يبيعوا في جزء من الأراضي بتاعهم لفايدة الفلاح الصغار، وشيء اللي ساعد معناها على بروز طبقة وسطى نشيطة مثلت معناها سوق استهلاكية هامة. الحاجة أخرى انطلاق حركة التصنيع من الجنوب الشرقي، حيث انفردت معناها مدينة ساو باولو بتوريد حاجيات البلاد من الموارد الاستهلاكية والتجهيزات، وتحولت معناها فضل هذه المركز عبور كل البضائع، توريد وتصدير للزوز. أصبحت معناها للمدينة هذه دور كبير في تجربة التصنيع الحاث على التصدير، معناها نصنع ونبيع البرة ديريكت، واستقطاب معناها جل الاستثمارات الأجنبية اللي وردت على البلاد. ثاني حاجة الإقليم الثاني اللي هو البرازيل الطرفي في الشمال الشرقي. أولا باش نحكوا على كيفاش المجال هذا مجال اقليمي متخلف. بطبيعة هو اقل الاقاليم البرازيلية تقدما واكثرها فقرا، ويتميز معناها بكثافة سكانية عالية ياسر وحصيلة هجرية سلبية. ايش معناها؟ معناها اللي يخرجوا اكثر من اللي يجوا الاقليم هذي، المهاجرين معناها بالطبيعة. ويضم الاقليم هذي حوالي 28% من سكان البلاد، واكثر من نصف السكان بالطبيعة كما قلنا فقراء، ويقل فيه امل الحياة على اقليم الجنوب الشرقي بربع قارة.
انحصرت التصنيع بطبيعة في بعض المدن، صايرة كمسالفادور والريسيف، ويتميز معنا المنتوج الفلاحي بالضعف بتاعه بسبب كثرة الضياعات الميني فانديا والميكرو فانديا، مع ضياعات صغيرة ياسر معناها ما تنتج كده حد الفلاح كهو. العوامل التخلف بها الاقليم هذي ارتبط بطبيعة ضعف الاقليم هذي بتاريخه اللي اعتمد على العبودية، وكذلك معناها بسبب ضعف الاستفادة بتاعه من السياسات التنموية المتعاقبة اللي بدت من 1930، من أبرز بطبيعة عوامل الضعف الإقليم هذا. ارتباط الاقتصاد متاعه بالزراعة الأحادية خاصة بالسكر اللي قامت معناها على استغلال العبيد اللي جو من أفريقيا، وتميزت معناها بتركز عقاري كبير منع ظهور الطبقة الوسطى النشيطة معناها كالبرجوزية كو، وفرت منها الدولة هذه أرباح طائلة كما قلنا للكبار الفلاحين، ولكنها ساهمت في نفس الوقت في نشر الفقر لبقية السكان. هيمنت معنى إقليم الجنوب الشرقي على النشاط الاقتصادي لإقليم الشمال مربوط به ياسر، صعوبات بطبيعة عديدة أخرى كما انتشار الجفاف وتأزم الوقت الوضع العقاري زاد معنى الطين بلة. ثالث إقليم اللي هو البرازيل الريادي في الشمال والوسط الغربي، هي بطبيعة مناطق كبيرة ياسر وفسيحة وغنية بالموارد الطبيعية، تشمل معنا الشمال الأمازوني وكذلك معنا الوسط الغربي، وعندها بطبيعة بارشة خصائص. من بينهم بالنسبة للإقليم الوسط الغربي يتميز معنا بتعميره المتشتت والاعتماد بتاعه على زراعة الصوجة وتربية الماشية الممتدة في إطار بطبيعة ضياعات شاسعة وكبيرة ياسر، ويتركز النشاط الصناعي في بعض المناطق كما مدينة كويبيا. إقليم الشمال يشمل معنا منطقة أمازونيا الكل، وتتميز معنا مخزونها الهائل من الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية، لكنها بطبيعة تتميز بظروف عيش صعبة تتمثل في الرطوبة المفرطة وكبيرة ياسر نتيجة معنا كثرة الأمطار وانتشار الفقر بطبيعة في الزون هذه بصفة مهولة. ساهمت عوامل عديدة بطبيعة في تأزم المناطق هذه اللي شهدت مع دورة فلاحية خلال القرن 19، وهي دورة المطاط، وبرزت معنا من خلال القرن هذايا المدينة اللي نجم نقول تعتبر الأبرز في المنطقة دي واللي هي مدينة ميناوس. وبعدها اهتمت الدولة بتنويع الأنشطة داخل الأقاليم هذه، وركزت منها بصفة خاصة على تنويع الزراعة والزراعات وتربية الأبقار واستغلال الثروة الغابية والمعادن الموجودة فيها. تعتبر أمازونيا بطبيعة متنفس لبقية الأقاليم الأخرى خاطرها تعتبر أرض من غير سكان، كما تستوعب عنها البطالة المتزايدة في بعض بقية الأقاليم الأخرى، وتعتبر معنا ملجأ الملايين المهاجرين اللي يبحثوا على ثروة الأروى على حساب السكان الأصليين كأي الهنود الساكنين ثم. وبطبيعة الهجرة المكثفة هذه لحقت وخلت أضرار جسيمة كبيرة ياسر بالبيئة، وزادت معنا تغير في شكل أمازونيا. توصل البرازيل معنا الإدماج الشمال الغربي والشمال الأمازوني في المجال الوطني بفضل معنا بطبيعة الطرق العبر الأمازونية، والعاصمة الجديدة للبلاد هي برازيليا، وكما قام معنا بإنشاء أقطاب تنموية باش تخفف على الجنوب الغربي. متمكنش البرازيل من تقليص الفوارق بين الأقاليم بتاعته على مستوى بعض المؤشرات الاجتماعية، ويبقى بطبع الجنوب الشرقي مهيمن ومسيطر على بقية الأقاليم. كختمة صغيرة للدرس هدايا نجم نقوله أن البرازيل يعتبر نموذج سيء نوعا ما للتنمية بسبب التباينات الاجتماعية والمجالية الهامة، ويعتبر هذا معرقل لتحقيق تنمية ناجعة. هذا نجم نقوله كما نقول في بين 2000 و2007، من 2007 وهي حتى لليوم 2020 البرازيل حقق في نمو اقتصادي مهول جدا، خاصة في عهد الرئيس لولا سيلفا، ننصحكم تقروا عليه
وتتبلبشوا على البرازيل في الوقت الحاضر، تلقوها بلاد اخرى، بلاد مزيانة على الاخر. وباقي نكونوا كملنا شرح البرازيل بطبيعة التلخيص والدروس موجودة على السيت بتاعنا وعلى الجروب الفيسبوك، بطبيعة الروابط موجودة في الوصف الفيديو، واي استفسار حطوه في كومنتير وبحول الله نجاوبكم عليه. الدرس القادم بطبيعة الساحل الافريقي، باش نحكوا على ظروف التنمية في المناطق هذيك. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.